تمام. بالنسبة لأنواع السمنة إيه هي؟ انواع السمنه عندنا فيها نوعين اساسيين، سمنه يعني جنرالايز، سينما سمنه يعني عامه، وسمنه موضعيه. السمنه الموضعيه دي هي اللي بتضايق ناس كتير قوي، يعني يمكن طبعا السمنه المفرطه او السمنه اللي هي الكليه دي اكتر طبعا بتبقى متعلقه بالوزن الزايد، ولكن الناس معظم الناس بتعاني من السمنه الموضعيه، هي وجود الدهون في بعض الاماكن في الجسم زي البطن زي الافخاد زي الدراعات، اي مكان سمنه موضعيه بيكون فعلا مزعج جدا للشكل خاصه للسيدات. طيب فده ايه فعلا نوع. الاسهل ان انا اعالجه، السمنه الموضعيه ولا السمنه ككل؟ لا السمنه ككل اسهل، لان انا باخد نظام غذائي بينزل الجسم بالكامل. في ناس عندها ريزيستنت بقى، يعني في ناس مثلا تيجي تاخد النظام الغذائي تخس كويس قوي وتبقى مثلا الوزن كويس جدا، وزنها خلاص بقى مثالي، نيجي نلاقي اماكن سمنه موضعيه، او ممكن تلاقي مثلا حد وزنه كويس اصلا نحيف وما عندوش اي زياده وزن بس عنده سمنه بطن. سمنه البطن دي خطيره جدا جدا جدا، تؤدي لامراض كتير مش قادر اقول لك قد ايه، يعني زي ايه يا زي دكتور؟ ايه. قالت منظمه الصحه العالميه ان سمنه البطن من النوع ايه بتؤدي لسكر من النوع الثاني، مرض السكر، تؤدي لامراض الضغط، تؤدي لامراض القلب، تؤدي لامراض كتيره قوي، يعني اي حد عنده دهون في منطقه البطن يخلي باله كويس جدا. كمان بتؤدي لتكيس الببايض عند السيدات، يعني بعض السيدات اللي عندها مشاكل في الانجاب ممكن تكون عندها سمنه في منطقه البطن، دي عامله لها دهون على الرحم وعامله مشاكل في التكيس، انها بتعمل خلل هرموني، يعني مش بس مجرد انها دهون خلي بالك ولا مجرد شكل، لا سمنه البطن بتعمل خلل في الهرمونات، ممكن تعمل مشاكل فعلا خطيره جدا، تؤثر على الاعضاء الداخليه للجسم على كفائتها. يعني تخيلي مثلا الاعضاء المفروض ليها حد معين من الدهون اللي هي جوه الجسم، لما بدينا حدها بتعمل مشاكل كتير جدا. فهي فعلا مش منهملهاش، حتى لو حد رفيع وعنده سنه بطن لا لازم ان احنا ناخد بالنا من سنه البطن دي بالذات.